السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة شريك حياتي، واهلا وسهلا في فيديو جديد وطلب زواج جديد. يا رب اموركم تكون بخير وصحتكم تكون على احسن حال. اللي لسه بيشوفني لاول مرة اهلا وسهلا بك معنا في القناة، واتمنى انك تكمل الفيديو للنهاية علشان تعرف طبيعة هدف قناة شريك حياتي، وكمان عشان تعرف مواصفات عروستنا الخليجية النهاردة. قناة شريك حياتي هي قناة هدفها توفيق راسين في الحلال بدون اي مقابل. كل اللي عليك فقط انك بتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات وبتكتب لنا في التعليق مواصفاتك ومواصفات شريكة حياتك. بكل امانة وجدية ومصداقية لازم تكون مواصفاتك مكتوبة، لان دي بداية التعارف ما بين الطرفين، فلابد ان يكون بداية التعارف على اساس صحيح. لابد من تفعيل جرس التنبيهات علشان خاطر يوصلك كل فيديو جديد بطلب زواج جديد او طلب تعارف بقصد الزواج يكون لسه نزل من القناة. قناة شريك حياتي بتتميز ان هي متنوعة في عرض طلبات الزواج اللي بتوصل لنا. بيوصل لنا وبنعرض طلبات زواج مسيار وزواج شرعي معلن وزواج التعدد. كمان بنكون متنوعين في المراحل العمرية المتقدمين للزواج والحالات الاجتماعية، سواء كانوا مطلقات او ارامل او عازبات. بيوصل لنا طلبات زواج من جميع انحاء العالم، من مقيمين ومن مغتربين، جميع الجنسيات، جميع الاديان، وبيوصل لنا طلبات تعارف ودردشة جادة بقصد الزواج. كمان بيوصل لنا طلبات زواج من سيدات يرغبن الزواج وبتقبل بزواج التعدد، وسيدات بيرغبن في الزواج ولديها سكن للزوجين. فاذا كنت بتبحث عن زواج مسيار، زواج شرعي معلن، زواج التعدد، او عن تعارف ودردشة جادة بقصد الزواج، يبقى مكانك معنا هنا في القناة. كل اللي عليك انك تشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات وتكتب في التعليق ايه هي مواصفاتك بكل امانة وجدية ومصداقية ومواصفات شريكة حياتك، وان شاء الله يكون نصيبك عن طريق القناة عندنا. النهاردة انا معايا طلب زواج لعروسة خليجية، هي بتطلب تعارف ودردشة واتساب بقصد الزواج المسيار، وبحسن العشرة قد يتحول لزواج شرعي معلن. هي مطلقة وليس لديها اطفال، عمرها 36 سنة، طولها 165 سنتي، وزنها 75 كيلو، جامعية الدراسة، وعيونها عسلية، وشعرها اسود طويل ناعم ومنسدل لاسفل الظهر. بتقول في رسالتها: انا امرأة مثقفة وراقية وجميلة جدا، محبة للبيت وللطبخ، واقدس الحياة الزوجية واعشق الحياة الرومانسية. احب ان اتعرف على زوج بقصد الزواج المسيار، وبحسن العشرة معه يتحول لزواج شرعي معلن. انا مرحة وصادقة، واحب القراءة وسماع الموسيقى، محبة للأجواء الرومانسية والأجواء العائلية، ناعمة الملامح وباسمة الوجه، عاقلة وناضجة ومهذبة، ولست مغرورة. الحمد لله لا أعرف للطريق لا أعرف للغرور ولا للأنانية طريق. رومانسية لأبعد الحدود، أقدس وأحترم الزوج وأضعه فوق رأسي، مطيعة له ومصغية لأوامره، حتى وإن كنت لا أفهم لماذا تكون هذه الأوامر، لكن واجبي أن أصغي وأستمع لزوجي وأنفذ أوامره. تريد التعارف والزواج المسيار، وقد يتحول لزواج شرعي معلن من رجل يكون مقتدر ماديا من أي جنسية، مقبول الشكل وعمره يكون مناسب، هادئ ورومانسي ويشترك معها في أغلب صفاتها، طموح ويعشق السفر ويحب الاستماع للزوجة والاستماع لآرائها وأحيانا الأخذ بها، يحب الاستمتاع بالحياة، يكون صديق وحبيب قبل أن يكون شريك حياتي. فأنا أبحث عن فارس أحلامي، شاعر ورومانسي ومرح، ينظر لحل المشكلة بأبسط الحلول قبل أن يكبر المشكلة، وأن يكون العلاقة بيني وبينه قائمة على التفاهم، ولا أحب الصوت المرتفع أبدا. زوج يكون اجتماعي ونظيف، ويفضل ممن يحبون استعمال العطور والروائح الحلوة،
محاور ومرح ومتعاون ومتفائل، زوج غير مغرور وغير متكبر، من أصحاب الطاقة الإيجابية. أنا لا أحب التعامل مع الأشخاص السلبيين ولا المتسلطين، وأكره الخائن والكذاب. وأخيرا أتمنى أن يكون زوجا رومانسيا جدا جدا جدا. أتمنى لها التوفيق يا رب، وإن إن شاء الله ربنا يرزقها بالزوج الصالح من خلال القناة عندنا. إذا كانت مواصفات عروستنا النهاردة الخليجية اللي بتطلب تعارف ودردشة للزواج المسيار، وقد يتحول لزواج شرعي معلن بحسن العشرة بينها وبين الزوج، بيتناسب مع مواصفات شريك حياتك، اكتب لنا في التعليق. لكن لو شريكة حياتك ليها مواصفات تانية مختلفة غير اللي أنا ذكرتها، اكتبها لنا في التعليق، مواصفات شريكة حياتك ومواصفاتك انت كمان، بكل أمانة وجدية ومصداقية. وفعلوا جرس التنبيهات واشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل فيديو جديد بطلب زواج جديد أو طلب تعارف بقصد الزواج. ياريت نعمل شير ولايك للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الباحثين والباحثات عن الزواج أو التعارف بقصد الزواج. أشكركم لمتابعة الفيديو للنهاية، أشوفكم على خير في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.